وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من المملكة المتحدة مدير مكتب وكالة القدس برس في لندن عادل الحامدي. أهلا ومرحبا بك دكتور أستاذ عادل. بداية، بعد الأنباء عن مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي بمعارك في مديرية نهم، إلى أي مدى تفسرون التقدم السريع للجيش اليمني خلال الأيام الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتحدث عن مرحلة عصيبة يمر بها اليمن نتيجة هذه الحرب الدائرة، ونحن أمام معركة غير متكافية بين قوات التحالف الذي تقودها المملكة العربية السعودية وبين مجموعات عسكرية غير معروفة العدد بالنظر إلى عدم تحجيمها وعدم تحديد طبيعتها، وبالتالي من غير الممكن لأي محلل سواء كان سياسيا أو عسكريا أن يتنبأ بمستقبل الوضع العسكري في اليمن. لكن المؤكد أن الحرب في اليمن قد أدت إلى كوارث إنسانية كبيرة، والأمم المتحدة بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية كلها تشير إلى أننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة في اليمن نتيجة هذه الحرب. القوى الدولية وعلى رأسها المملكة المتحدة التي أحدثك منها تحركت رئيسة الوزراء تريزا ماي وطالبت المملكة العربية السعودية وقوات التحالف بضرورة أن تسمح للسفن وللمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المدنيين، وحذرت من مخاطر أو كوارث إنسانية كبيرة. وبالتالي فالوضع الإنساني والوضع الأمني والسياسي فيه كثير من المزالق وكثير من المخاطر، ونحن على أبواب للأسف الشديد أقول على أبواب كارثة إنسانية غير مسبوقة في اليمن. طيب، لأي مدى يمكن للحوثيين أن يصمدوا أمام قوات التحالف؟ هذه ربما تعلم في الحروب حروب العصابات يمكن أن بعد تساؤلكم هذا هنالك تساؤل آخر، وهو هل يمكن لهذه العمليات أن توقف إطلاق الحوثيين للصواريخ البالستية برأيكم؟ لا أعتقد بأن هذه العمليات العسكرية يمكنها أن توقف الحوثيين من إطلاق الصواريخ البالستية. كما حدثتك سابقا لابد من البحث عن مخرج سياسي للأزمة وضرورة التوصل، بالإضافة إلى الحل الأمني لابد من بحث إمكانيات التواصل إلى حل سياسي. كل الأطراف والقوى الدولية تؤكد أن إمكانية حسم المعركة عسكريا في اليمن تبدو فيها كثير من الصعوبات، وأنه لابد من البحث عن طريقة أو سيناريو آخر غير السيناريو الحل العسكري. بإمكان قوات التحالف لو كان بإمكانها أن تنهي أو تحسم المعركة عسكريا لكان ذلك ممكن قبل نحو عامين. نحن الآن نقارب الدخول في العام الرابع تقريبا دون أن يتمكن التحالف في حسم المعركة، وبالتالي أعتقد بأن قوات التحالف في حاجة مرة أخرى إلى أن توحد صفوفها. انظر مثلا إلى الذي يجري اليوم في عدن، وهذه والمجلس الانتقالي الذي يكاد قاب قوسين أو أدنى من إعلان الانفصال في الجنوب، وهذا يتم بدعم من الإمارات العربية المتحدة. طيب، غياب الرأي الممكن لقوة التحالف، وبالتالي التحالف العربي في اليمن ليس موحد وموقفه يبدو فيه كثير من الضعف. أستاذ عادل، مجلس الأمن يدين استخدام ميليشيات الحوثي وإطلاقها للصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية، هو اليوم يشبه جامعة الدول العربية التي دابت على استخدام مبدأ الإدانة فقط. هل يمكن أن يتبلور هذا الأمر إلى قرار ملزم لميليشيات الحوثي بعدم استخدامها هذا النوع من الصواريخ ويضعها تحت المساءلة القانونية أم لا؟ لا أعتقد بأننا في وارد أن نصل إلى مثل هذا الموقف من مجلس الأمن. لا يبدو أن هنالك موقفا دوليا يمتلك من الجرأة والشجاعة والإرادة ما يمكن أن يدفع إلى إنهاء الأزمة اليمنية. يبدو أن هنالك رغبة حتى دولية ومن الدول النافذة في أن تستمر الأزمة اليمنية وأن تستمر تداعياتها، ليس لتحصد أو لتأكل الأخضر واليابس في اليمن، وإنما لتأكل الأخضر واليابس في المنطقة العربية والخليجية برمتها. وأعتقد أن أول من سيدفع ثمن استمرار الأزمة في اليمن هو الدول مجلس التعاون الخليجي تحديدا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تعتبر هي الآن هي الهدف الأول
في صواريخ الحوثيين وميليشياتها المتعددة والمتناقلة حتى. مدير مكتب وكالة القدس براس في العاصمة البريطانية لندن السيد عادل الحامدي، شكرا جزيلا لك.